بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب الصف السادس في مادة التربية الإسلامية في الأسبوع الثالث، الحصة الأولى، درس سورة السجدة، الآيات من 1 إلى 6. كما تعودنا نبدأ بخطوات درس اليوم. نبدأ بالدعاء، ثم بيان أهداف التعلم، ثم أحكام لفظ الجلالة والبسملة، ثم سورة السجدة الآيات من 1 إلى 6، ثم تلاوة الآيات تلاوة سليمة مطبقا أحكام التجويد، وفي النهاية التقييم الختامي عبارة عن تسجيل أو فيديو. اللهم إني أسألك إيمانا دائما، وأسألك قلبا خاشعا، وأسألك علما نافعا، وأسألك يقينا صادقا، وأسألك دينا قيما، وأسألك العافية من كل بلية. سورة السجدة الآيات من 1 إلى 6. الوثيقة الوطنية معيارها يظهر الطالب حفظا وفهما لثلاثة أحزاب من القرآن الكريم، ومعرفة بمعانيها الشرعية وتطبيقا لأحكام تلاوتها. أهداف التعلم: يتلو المتعلم الآيات من 1 إلى 6 من سورة السجدة تلاوة سليمة مطبقا أحكام لفظ الجلالة والبسملة. أحكام لام شاهد لفظ الفيديو الجلالة. مبينا أحكام لفظ هيا الجلالة. استمع للأمثلة الله، الآتية هيا شاهد الفيديو. ولاحظ طريقة نطق لام لفظ الجلالة. قال الله: لما قام عبد الله قالوا اللهم وإلى الله. ما الذي نلاحظه في الأمثلة السابقة؟ نلاحظ أن اللام في لفظ الجلالة جاءت مفخمة، ولكن استمع ولاحظ نطق اللام في الأمثلة الآتية: بالله، قل اللهم، في دين الله، وينجي الله. لعلك لاحظت أن لام لفظ الجلالة جاءت مرققة. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الأصل في اللام أنها مرققة في كل أحوالها، إلا في لفظ الجلالة فلها حكمان. الحكم الأول التفخيم، حيث تفخم لام لفظ الجلالة إذا تقدمها فتح، مثل قال الله، أو تقدمها ضم، مثل قوله تعالى: لما قام عبد الله. كما تفخم أيضا إذا تقدمها ساكن بعد ضم، مثل قالوا اللهم، أو تقدمها ساكن بعد فتح، مثل قوله تعالى: وإلى الله. أما الحكم الثاني فهو الترقيق، حيث ترقق لام لفظ الجلالة إذا تقدمها كسرة، مثل قوله تعالى: بالله، قل اللهم، في دين الله. كما ترقق إذا تقدمها ساكن بعد حرف مكسور، مثل قوله تعالى: وينجي الله، أو تقدمها تنوين، مثل قوله تعالى: قوما الله مهلكهم. التعريف: اللام الأصل فيها الترقيق، إلا أنها تفخم في لفظ الجلالة إذا تقدمها فتح أو ضم أو ساكن بعد ضم أو ساكن بعد فتح. أحكام لفظ الجلالة: أحكام اللام في لفظ الجلالة كما قلنا حكمين، التفخيم والترقيق. هيا يا أبطال، أمامك ثلاثة أنواع من الأسئلة. أمامك ثلاثة أنواع من الأسئلة. أحكام لفظ الجلالة، ضع هنا التي باللون الأحمر، ضع هنا الإجابة الصحيحة.
والسؤال الثاني: أكمل الجدول بما يناسب. تقرأ الكلمات القرآنية وتضع علامة، هل هي من التفخيم أم من الترقيق؟ وأخيرا: تستخرج لفظ الجلالة من الآيات التي أمامك في المجموعة الخضراء وتكتب، هل هي مفخمة أم مرققة؟ بسم كذلك الله نستطيع الاستماع الرحمن لآيات درس الرحيم. اليوم بسم سجدة الله واحدة الرحمن لصلاة. هيا نستمع الرحيم. للآيات. ألف لام ميم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم تتذكرون أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء هيا يا أبطال قوموا بتلاوة هذه الآيات من الآية الواحدة إلى الآية السادسة سجل بصوتك هذه الآيات واتلوها تلاوة جيدة ثم سجلها وأرسلها للمعلم بارك الله فيكم دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته